أخرى إلى محافظة الإسكندرية وموفد أون لايف الزميل عمر نور الدين. عمر، مساء الخير. ربما هذه الأعداد الكبيرة ربما تؤدي أحيانا إلى مشكلة في المرور، ولكن صف لنا الموقف هناك. طيب أعتذر سيد، أنا لم أستمع جيدا، لو تعيد السؤال. عموما نحن ننتظر منك أن تصف لنا حال شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام العيد. طيب سيد، مساء الخير عليك ايضا. لعل الشواطئ الان يعني هي تستقبل المارة والمتنزهين خارج الشواطئ ومرتادي المقاهي، سواء كانت على البحر مباشرة او حتى الجهة المقابلة للبحر مع غروب الشمس. لعلنا نعرف ان شارع الكورنيش الذي اقف فيه الان تحديدا في منطقة الشطبي امام مكتبة الاسكندرية، هو الآن أمامي مثلا حديقة بها أناس يجلسون فقط يعني يستمتعون بالهواء وبهذا الجو المعتدل نسبيا. الشمس بدأت حرارتها تخفض قليلا. كنا في الصباح في أقصى الشمال حي المعمورة والمتنزه والمصيف الشهير، وكان إقبال واسع، كذا في منطقة ميامي التي كنا فيها في المداخلة السابقة. كانت في منذ الصباح الباكر أيضا بها أعداد كبيرة، لعل الكاميرا رصدت هذا وأرسلنا لكم الصور. لم تسجل على مدار اليوم على الأقل أي حالات من التسمم أو غرق أو ما إلى ذلك. أطقم الإسعاف ووزارة الصحة، المستشفيات، المرافق تعمل بكامل طاقتها. حالات الطوارئ هي دائما في هذه المواسم تبدو جاهزة. ما قبل العيد هنا تحديدا في الإسكندرية كان ظرفا أمنيا باعتقال بعض المشتبه فيهم، كانوا ينتوون بفعل يعني أحداث تهدد السلم العام في الإسكندرية، ولهذا عناصر الأمن متواجدة لكن بشكل خفي وبالتالي غير معلن عنه يعني، وبالتالي لا يعكر هذا أبدا استمتاع الناس بقضاء عطلاتهم ولا حتى في السير. المرور انسيابي بشكل كبير، لعله سيزداد الاكتظاظ والازدحام قليلا. نعرف الشارع الكورنيش يعرف باكتظاظه لكن انسياب بشكل طبيعي. أخيرا سيد، مسألة هنالك طاقم طبي من مصلحة الطب الوقائي وزارة الصحة بدأ عمله البارحة ويستمر حتى يوم الخميس 30 من يونيو للكشف والتجول في محافظات الساحل الشمالي الغربي كاملة، هنا الإسكندرية، مطروح وخلافه، حتى يتأكدوا من سلامة الغذاء. وحتى الآن أيضا لم يعلن متحدث وزارة الصحة عن ضبط أي مخالفين. سيد شكرا. عمر نور الدين، موفد أون لايف إلى محافظة الإسكندرية.